وقد استقبلت دول العالم العام الميلادي الجديد بالاحتفالات والعروض الضوئية وعروض الألعاب النارية وفقا لتوقيت بدء السنة الميلادية حسب كل دولة. شعوب العالم استقبلت عام 2023 بالأمنيات والآمال بأن يعم السلام والاستقرار والازدهار ربوع العالم كافة. ما إن أشارت عقارب الساعة إلى 12 منتصف الليل لتعلن بذلك حلول العام الميلادي الجديد، تعالت أصوات الأمنيات التي حملتها شعوب العالم بأن يعم السلام والازدهار ربوع المعمورة، لتتزين بعدها سماء الأول من يناير في كل الدول بالعروض الضوئية وعروض الألعاب النارية وفقاً لتوقيت بدء السنة الميلادية حسب كل بلد. أنظار الملايين من الناس اتجهت عشية رأس السنة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة الفعاليات الاحتفالية بالعام الجديد، لا سيما عروض الألعاب النارية التي شهدها برج خليفة، كما حقق مهرجان الشيخ زايد بالعام الميلادي الجديد أرقاما قياسية جعلته يدخل موسوعة جينيس من خلال أضخم عرض للألعاب النارية وأضخم عرض لطائرات الدرونز. وإلى أم الدنيا، حيث احتفلت مصر برأس السنة الميلادية بإضاءة البرج الأيقوني لأول مرة، الأمر الذي أشاع حالة من البهجة والسرور بين كل المصريين. وكانت أستراليا من بين أوائل الدول التي أعلنت الانتقال إلى العام الجديد مستعيدة اللقب الأقرب إلى قلبها بكونها العاصمة العالمية لعيد رأس السنة. ورغم ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن مدينة ووهان الصينية أصرت على الاحتفال برأس السنة في ظل دعواتها بزوال غمامة كورونا. وفي هونغ كونغ كان لا يعلو صوت على صوت الألعاب النارية التي انطلقت بحماس فوق ميناء فيكتوريا. وفي قلب العاصمة الفرنسية باريس، احتشد الآلاف من الناس في شارع شانزليزيه للاحتفال بقدوم العام الجديد. أما المملكة المتحدة فقد دخلت العام الميلادي الجديد تاركة وراءها عام كان عاصفا بالأحداث بعد رحيل الملكة إليزابيث وتولي نجلها الملك تشارلز. وكانت ساعة بيونغ بانغ في لندن حاضرة في قلب احتفالات العاصمة البريطانية بالعام 2023، كما شهدت العاصمة الألمانية برلين عروضا حية أدخلت البهجة في قلوب الناس بعد نحو عام على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا. وفي الولايات المتحدة، احتشد عشرات الآلاف في ساحة تايم سكويرز بنيويورك لمتابعة العد التنازلي وسط بهجة كبيرة بعودة هذا الحفل إلى مستويات ما قبل الجائحة ومن دون قيود. كل بلد في العالم استقبل السنة الجديدة بطريقته الخاصة وبالاحتفالات التي عمت مدنهم، أملين بأن تكون أيام 2023 تحمل للبشرية جمعاء الخير والاستقرار.